أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني امبارح تحدثنا عن لقاء رئيسي وزراء مصر والعراق واللجنة المشتركة، واليوم بنتحدث عن لقاء السيد الرئيس بالسيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، وأحب أعرف من حضرتك الأفاق اللي ممكن ترتفع إليها مستويات العلاقات الثنائية بعد هذه الزيارة. يعني خلينا نقول أن بداية هذا الوفد الرفيع المستوى من العراق برئاسة رئيس وزراء ووزير الخارجية ونائب رئيس وزراء ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ده إن دل فإنما يدل على أن هناك اتفاقيات اقتصادية بين مصر وبين العراق وتعزيز الروابط بين البلدين. لو تحدثت عما قاله رئيس الوزراء العراقي للرئيس السيسي، بيقول ان العلاقة ما بين العراق هي علاقة بين العراق ومصر، هي علاقة اخوية بحتة، ولكن هناك افق للتعاون السياسي والاقتصادي بين مصر والعراق في جميع المجالات وفي مختلف المجالات التي ذات الاهتمام المشترك بيننا وبين العراق. لو نظرت أيضا للقيمة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته الأولى للعراق في ظل كان منذ سنوات كنا بنتحدث عن أن كانت الزيارة مهمة للغاية، وأن نعم تفضل. لا يا فندم تفضل، أنا بسمع سعادتك. أنا بس عندي بس بعد إذن حضرتك يعني علامة استفهام تانية خاصة ب 11 مذكرة تعاون تم توقيعهم النهاردة، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق إلى 500 مليار دولار فقط. يعني هل تعتقد مع طلب العراق من مصر المشاركة في إعادة إعمارها بخبراتها الطويلة في البنى التحتية والمدن الذكية والعمال المهرة والمهندسين المتميزين في الإنشاءات والمعمار و هل بتتوقع أن يرتفع هذا الرقم في القريب العاجل؟ يعني خلينا أقول لحضرتك ده كلام منطقي وحقيقي، سترتفع، لكن هناك ارتفاعات أخرى ليس لإعادة إعمار العراق فقط، ولكن بحجم التبادل الاقتصادي ما بيننا وما بينهم، وحجم التبادل سواء كان استيراد وتصدير بيننا وبين العراق. وإنت حضرتك دلوقتي مصر أصبحت ركيزة أساسية في تصدير الغاز لدول أوروبا النهاردة، إحنا مقبلين على تصدير الغاز لأوروبا. أعتقد أن احنا هيبقى في تعاون ما بيننا وما بين العراق في موضوع الغاز تحديدا، هيكون بيننا وبين العراق جسور مد، وتحديدا القمة الثلاثية اللي عقدت في القاهرة والعقبة بين الرئيس العراقي والأردني والمصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل دي نقاط كانت ارتكازة لإعادة العلاقات التجارية الحقيقية بين مصر والعراق. خلينا نقول أيضا أن إعادة إعمار العراق وهو ما طلبته العراق من القاهرة بإعادة إعمار، ستكون مصر هي الدولة الأولى والرئيسة في إعادة إعمار العراق، وده أمر أعتقد أنه يحلنا إلى الثقة الزائدة لدى الجانب العراقي في القيادة المصرية بكل مناحيها سواء كانت سياسية واقتصادية وأمنية. أعتقد أن احنا في ظل عقد بروتوكولات مهمة بيننا وبين العراق، ده سيحدث وسيجعل العلاقة ما بيننا وما بين العراق أعتقد أنها علاقة تجارية واقتصادية وأيضا سياسية قوية. حجم الوفد اللي موجود هنا في القاهرة في هذا التوقيت أعتقد أنه ينم على اقتصاد قوي، على اقتصاد العلاقة بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته، لكن أعتقد أن دي نتاج هذه الزيارة التي بدر بها أو بدرت بها مصر لتقول العراق أن أنتوا أمن وأمان واستقراركم مازال موجود والقاهرة تسعى لهذا الأمر. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية.